السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي بدأناها سيمتوماتولوجي اللي هي الاضطرابات النفسية. احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت الاضطرابات النفسية اللي بتحصل في الصوت اللي هو التفكير، وبنعرفه عن طريق الكلام. لما بنتكلم مع المريض بنعرف الاضطراب فين بالظبط. وطبعا دي بتبقى متقسمة 3 حاجات، فورم وستريم والكونتنت، وكل واحدة بيبقى ليها ايه الاكزامبل بتاعها او المثال بتاعها. وخدنا برضو الفرق في البريسبشن، خدنا الفرق ما بين الهلوسينيشن والالوجن اللي هو الهلاوس، وال ان هو يبقى يعني يخترع صورة او مخه يخترع صورة مش موجودة او صوت، او ان هو يفسر حاجة بطريقة غلط. النهارده هناخد الديس اوردر اللي في الميموري، وهناخد الانسايت الديسوردر اللي في الميموري اللي هو الذاكره، هناخد الاضطرابات اللي بتحصل في الذاكره، وهناخد البصيره الانسايت البصيره، نعرف المريض ده عنده بصيره ولا مش عنده. هناخد برضو الاضطرابات اللي بتحصل في الاورينتيشن، الاورينتيشن اللي هو الوعي باللي حواليه. هناخد برضو الاضطرابات اللي بتحصل في الاتنشن الانتباه والكونسنتريشن التركيز وايه الفرق ما بينهم. وهناخد الجادجمنت اللي هي الحكم، طريقه ان هو بيحكم على الامور ازاي. طبعا قبل ما نبتدي في المحاضره دي عايزين نعرف، يعني عشان جاني اسئله قبل كده، يعني ايه الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي. هو احنا مفيش حاجه اسمها، يعني احنا اللي جينا خدناه مفيش حاجه اسمها عقلي، هي في نيروزس وسايكوزس. الفرق بين النيروزس والسايكوزس الامراض العصبيه والامراض النفسيه. والامراض العصبيه دي حاجه مصغره من الامراض النفسيه، كلنا عندنا امراض عصبيه، سواء ان احنا عندنا ستريس في حياتنا، قلق، اكتئاب بسيط، مشاكل بنمر بيها، صدمه، خيبه امل، كل الحاجات دي كلها تحت ايه الامراض العصبيه. والامراض النفسيه بقى تحتها كتير بقى، زي الفصام وزي اضطرابات الوجدان وزي امراض كتير بقى، والاضطرابات في الطعام والكلام ده كله. احنا في الاول بناخد دلوقتي اللي هي الاضطرابات النفسيه، اللي امتى بنشوف الحاجات دي بنلاقيها على المريض اللي لسه جاي له المرض. الاضطرابات النفسيه دي بنلاقيها على المريض اللي لسه جاي له المرض، نشوفه اول ما بيجي له المرض بتبقى ظاهرة عليه الاعراض دي كويس، او شايفين معظم الحاجات اللي احنا بنقولها دي. اما بقى لما بيبتدي ان هو مثلا ياخد علاج ويبتدي الحاله بتبقى مستقريه، بيبقى تقريبا ان هو بيبقى شبه نورمال، يعني معظم الديس اوردر دي مش باينه عليه. هناخد النهارده الديس اوردر اللي في الميموري، وهنعرف طبعا الميموري اللي هي الذاكره. الذاكره دي عباره عن ايه؟ عباره عن انا صندوق بعين فيه حاجاتي وذكرياتي. لما احب افتكر حاجه بسترجعها عن طريق ببقى كونشس، يعني واعيه. يعني انا مثلا حاجات عملتها في الماضي، حاجات حصلت لي، كلت ايه امبارح، من شهرين حصل ايه، من سنين حصلت ايه، وانا صغيره حصل ايه. حاجات دي كلها بتبقى متعلقه معايا في الذاكره ببقى فاكراها. اما بحاول افكر نفسي بفتكر ايه المواقف اللي حصلت دي. في ناس كتير عندها الذاكره بتاعتها مش قويه قوي، بس مش هنقدر نقول عليها دول مرضى نفسيين، لا دي ممكن يبقى تحت اي حاجه. مش شرط ان هو برضو، احنا ممكن في حاجات كتير بننساها، ممكن يبقى ضعف، ممكن يبقى عدم تركيز، مش مركزين قوي، ممكن يبقى اعباء كتير، كل الكلام ده كله. انما المريض النفسي بيبقى فعلا بيبقى عنده تشوه واضطراب جامد في الذاكره بتاعته. طيب احنا بنقيس الذاكره بتاعته عن طريق 4 حاجات، بنقيس الميموري عن طريق 4 حاجات، وبنساله في كل واحده سؤال عشان نعرف الاضطراب فين بالظبط. في حاجه اسمها immediate وريسنت وريسنت باست وايه وريموت. طبعا الاميديت دلوقتي انا عايزه الذاكره اللحظيه اللي هي دلوقتي بتاعه المريض. طب انا عايزه اعرف ان الذاكره اللحظيه دي فيها ديس اوردر او فيها مشكله ولا لا، بساله سؤال، اقول له مثلا ارقام يقولها بالعكس، من 5 ل 9 ارقام كده يقولهم بالعكس، ماشي. مثلا يقول لي من 9 ل 3، يعني 9 8 7 يقولها لي كده. او ان انا مثلا اقول له رقم، اقول له انا رقم، وبعد كده اقول له قول الرقم اللي انا قلته ده دلوقتي. فاقيس ايه الاميديت ايه ميموري، بقيس الذاكره الايه اللحظيه. ايه كمان
ريسنت دي معنى ايه؟ يعني بقى الذاكره اللي هي يوم يومين 3 4 ايام كده، يعني ممكن توصل ما تكملش اسبوع. يعني زي مثلا انت اكلت امبارح، سؤال مشهور جدا، مثلا الزياره اللي جات لك يوم الثلاث اللي فات، مين اللي جالك؟ اكون مثلا النهارده السبت فما مرش عليها اسبوع، فيبقى ده سؤال ممكن يكشف لي ان هو عنده مشكله في الذاكره اللي هي ريسنت الحديثه ولا لا. ريسنت باست دي بتقعد كام شهر يعني، بس بحاول اختبر ان الذاكره دي موجوده عنده ولا مش موجوده عنده. ريسنت باست دي ان انا الذاكره بتاعته بقى لها كام شهر. ممكن اقول له انا مثلا لو انا طالبة مثلا، او انا بنزل المستشفى من فترة طويلة ومثلا بقالي 2 3 شهر، فممكن اسأله اقول له اول مرة جيت لك فيها انت فاكر كان مين معايا؟ طيب احنا اتكلمنا، فاكر احنا اتكلمنا عن ايه؟ ممكن اسأله في حاجة زي كده. طيب الذاكرة، طيب الريموت الطويلة بقى البعيدة اللي هو مثلا حاجات من زمان، طبعا انا ما اقدرش ان انا اسأله مثلا حاجات هو في طفولته، لان انا مش عارفة اذا كان هو بيقول لي حقيقة واللي بيكذب عليا. فانا عايز اساله سؤال اختبر الذاكره القديمه دي، بس انا ابقى عارفه اجابتها عشان لو هو مثلا خرف فيها ابقى عارفه بقول الحقيقه ولا لا. زي مثلا مين كان رئيس الجمهوريه السابق، او حرب مثلا، حرب اللي هي 6 اكتوبر دي كانت سنه كام مثلا. اساله مثلا الرئيس اللي قبل كده مين، يعني اساله حاجه مشهوره وقديمه بقى لها سنين، بحيث ان انا ابقى برضو عارف مثلا كان الجيل القديم مثلا بتاع اللي هو ليه في الغونه وكده، مثلا كان مع ام كلثوم كان الجيل بتاعها كان مين. فممكن بسال اسئله اللي انا ايه ابقى عارفه ايه اجابتها وعارفه ان بجاوب صح ولا لا. طيب دي بالنسبه للميموري، الذاكره انا بسال ايه في الذاكره. طيب فقدان الذاكره اسمها ايه؟ امنيزيا. امنيزيا دي فقدان الذاكره. عندي 4 اشكال برضو منها، وبرضو ال4 اشكال دي انا بقى ال4 انواع دي انا بقى بعرف عنده اقف المشكله فينا حته. في عندي انتيريو جريد امنيزيا وريترو جريد امنيزيا. انتيريو جريد يعني الذاكره الحديثه، عنده نسيان في الذاكره الحديثه انتيريو جريد. ريترو جريد القديم، في توتال امنيزيا وسيركم استنشال. توتال امنيزيا يعني الجديد والقديم مش فاكره، وسيركم استنش سيركم سكرايبد امنيزيا يعني ايه جزء معين. سيركم سكرايبد امنيزيا اللي هي في جزء جاب فراغ في الذاكره عندي مش موجود، ممكن يكون حصل حادثة، اغتصاب، يعني ألم شديد، ألم شديد حصل، صدمة جامدة جدا أفقدت إيه؟ أفقدتني الذاكرة الوقتية دي، أو في الفترة الزمنية دي، دي بنسميها circumscribed إيه؟ أمنيزم. طيب أنا لما طبعا بسأله عن الذاكرة الحديثة اللي هي بقى إيه؟ انت اكلت ايه، مين اللي جالك في الزر، كل الحاجات دي بعرف ان هو عنده الانتيريو جريد امنيزيا، عنده ايه، عنده فقدان ذاكره اللي هي في الذاكره الحديثه، ريترو جريد القديم لما انا بساله في حاجه قديمه وهو مش عارفها، ريترو جريد امنيزيا، والجلوبال اللي هي الاثنين، والسيركم سكرايب اللي احنا قلناه. طيب في برا امنيزيا، والبرا امنيزيا دي معناها ايه؟ معناها ان العيان بيبتدي يعمل فولسيفيكيشن. يعني ايه فولسيفيكيشن؟ يكذب ويخترع حاجات في الذاكره بتاعته. يعني مثلا يقول انا سافرت ورحت واتجوزت واشتغلت ودرست وعمل، هو يكون مسجون مثلا، هو يكون مثلا ولا راح ولا جه ولا عمل. وابتدي ان انا اكتشف ده عن طريق ان انا مثلا اشوف الملف بتاعه، عن طريق ان هو مثلا من الفاميلي بتاعته بيجيله زياره، فابتدي ان انا اعرف ان هو كذب او كده. في نوع برضو كمان من تشوهات الذاكره اللي عنده او الفقد الذاكره اللي هي الكونفبيوليشن. كونفبيوليشن معناها ايه؟ انا جاب وقع مني في الذاكره، يعني جزء زي ما احنا اتفقنا حصل لي صدمه كبيره، حصل لي
اغتصاب، حصل لي صدمة جامدة جدا، مشكلة كبيرة جدا افقدتني في الفترة دي الذاكرة دي. طبعا انا بقى لما اجي اتكلم عن الفترة اللي قبلها واجي اتكلم عن الفترة اللي بعدها، ما انا لازم املى الحتة دي كنت فين، تمام؟ فبيملاها بايه؟ بجزء تاني، باي حاجة يعني، ابتدي اتخيل اي حاجة اقول في الفترة دي بس. عكس البارامنيزيا، البارامنيزيا انا ببتدي اقلف في حياتي كلها، زي بقول قصة حد غيري مش انا، عشان يبقى فيه الفرق. انما الكونفابيوليشن انا بقول حكايتي كلها، بس في جزء صغير اللي هو حصل له جاب ده، او اللي هو حصل فقدان فيه في الذاكرة، ببتدي ان انا احط فيه اي حاجة، احط انا كنت فين، اي كلام يعني، تمام. في حاجة اسمها الديجيفا فينومينا. ديجيفا فينومينا عبارة عن ايه؟ يعني انا في موقف جديد عليا، و يعني اول مرة اشوف الناس دي، اول مرة اتكلم الكلام ده، وحاسة ان الكلام ده قلته قبل كده، والناس دي شفتها قبل كده. اسمها ديجيفا، ديجيفا فينومينا، ماشي. قابلت ناس، وبتحصل لناس عاديين يعني، احنا كلنا بيحصل لنا الموضوع ده. احنا بنحس نقول الكلام ده انا قلته فين قبل كده، انا حاسه ان انا الكلام ده قلت، حاسه ان انا شفت الناس دي قبل كده، المكان ده انا جيته قبل كده. بتحصل لنا، بس بتحصل لنا مش على طول يعني، مش على طول ان انا اول ما اقابل الناس اخش اسلم عليهم وبوسهم واكني عارفهم بقالي 100 سنه مش على طول يعني. فبيحصل ايه؟ بسيط يعني، الناس العادية بيحصل الموضوع ده، ممكن يحصل لنا مرة اتنين ولا كده. انما لما بيبقى بيتكرر بشكل كتير جدا، بشكل كتير جدا، يبقى انا عندي ديفكت في الايه، عندي مشكلة فين، في الذاكرة بتاعتي، ماشي، وفي النفسية فيها مشكلة. طيب جيمي فان فينومينا يعني ايه؟ يعني ابويا وامي واخواتي وجيراني وكل الناس دي كلها حواليا، وأكني أول مرة أشوف الناس دي، أكني أول مرة أشوف الناس دي، ناسيهم. بيفكرني أكتر بالناس اللي عندها ألزهايمر، وناسين عيالهم وناسين اللي حواليهم والكلام ده، بنشوفها فيهم أكتر حاجة. طيب يبقى دي بالنسبة للذاكرة. أنا ببتدي أقيسها إزاي؟ عن طريق إن بشوف الميموري، عندنا 4 حاجات، وفقدان الذاكرة برضو 4 حاجات، تمام. وكل حاجة بنسألها سؤال، فبنعرف ايه من العيان هو عنده ايه، الديفكت فين، او عنده المشكلة فين. طيب انا عايز اعرف العيان اللي عندي ده انسايت ولا مش انسايت، يعني عنده بصيرة ولا ما عندوش بصيرة. على فكرة البصيرة دي يعني سبحان الله، وممكن ناس هنقابلهم كتير في حياتنا البصيرة دي مش موجودة عندهم، هم عندهم مرض نفسي وعندهم مشاكل نفسية وعندهم بلاوي، وما عندهمش انسايت بنفسهم، يعني حاسين ان هم تمام واللي حواليهم هم اللي تعبانين. فالانسايت بقى احنا بنقيسه على المريض النفسي اللي هو دخل بقى المستشفى وخلاص عرفنا ان ده مريض نفسي، انما اللي بره لسه مش مقتنع. فالانسايت ده ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ عنده بصيره، عنده بصيره بايه؟ ان هو عنده مرض نفسي، تمام. لما تيجي تساله هيقول لك انا هنا في مستشفى الامراض النفسيه، يبقى عارف هو المكان اللي هو فيه، وعارف ان هو ايه، مريض نفسي. ممكن يقول لك انا هنا في المستشفى الامراض النفسيه، اصل انا جاي عشان اخلع ضرسي، اصل انا جاي عشان هعمل مصران القعو، اصل انا جاي عشان رجلي مكسوره فبعالجها. ده عنده بارشيال ايه، انسايت، يعني جزئي، عنده بصيره جزئيه، ما عندوش ايه، بصيره شامله. عشان يبقى عنده بصيره شامله او متكامله، لازم يبقى عنده ايه بقى، لازم يبقى عارف ان هو مريض نفسي وفي مستشفى نفسي وبيتعالج، بياخد علاج نفسي، وايه، واللي حواليه دول دكاتره وتمريض اللي هم بيساعدوه، اللي هم ايه، دكاتره وتمريض نفسيين، يبقى عارف الاربعه دول. ما عارفش يبقى عارف الاربعه، يبقى عنده كومبليت انسايت، يبقى كده عنده ايه، بصيره كامله. ما عارفش الاربعه دول، عارف اتنين ولا حاجه، يبقى عنده بارشال، عنده ايه، بصيره جزئيه. ما عارفش خالص ولا واحده، يبقى عنده ليك، يبقى نكتب ايه، اي واحده ايه من الثلاثه دي. طيب هناخد بقى جزء تاني في الاورينتيشن. يعني ايه الاورينتيشن؟
عايزه اشوف الاورينتيشن بتاع العيان، الوعي بتاع العيان، ايه الاورينتيشن بتاع العيان ده. برضو بقيس 3 حاجات، اورينتيشن بالتايم وبالبليس وبالبيرسون. يعني ايه؟ يعني بالوقت، عارف الوقت ايه؟ مش عارف الوقت، الساعة، ممكن مش معاه ساعة ما يعرفش، بس ممكن يقول لك انا بالليل ولا بالنهار. دي سهلة، يعني هو شايف الشمس تبقى بالليل ولا بالنهار. بقى شايف الشمس يقول لك انا بالليل، يبقى عنده بقى مشكلة، يبقى عنده مشكلة في الايه؟ في الاورينتيشن، ما عندوش اورينتيشن بالتايم. ماشي. او يقول احنا قرب الظهر، قرب العصر، قرب المغرب، ممكن تمشي دي. طيب البليس، البليس اللي هو المكان، عارف المكان اللي هو فيه، يبقى عنده اورينتيشن بالمكان، عنده وعي بالمكان، اللي هو ايه؟ عارف ان هو في مستشفى العباسية مثلا، اللي هو في مستشفى العباسية او في اي مستشفى تانية امراض نفسية. تمام. طيب عنده اورينتيشن بايه؟ تالت حاجة البيرسونال، الاشخاص، مس فلانة تمريض هنا نفسية، الدكتور فلان دكتور نفسي، يبقى ايه التلاتة دول بنقيس ايه بيهم الاورينتيشن، وبنسأل كل واحدة سؤال وعشان ايه نعرف فين الديفكت. طيب الجادجمنت يعني ايه؟ الجادجمنت طريقة حكمه على الامور. يعني ايه طريقة حكمه على الامور؟ يعني مثلا انا ما اقدرش احط ايدي على امسك النار على البوتاجاز، يعني في حد عاقل يمسك ايده وحط ايده على النار بتاعت البوتاجاز؟ ما هتحرقه. حد عاقل ايده مبلوله ويمسك فيش الكهرباء؟ لا. طيب يبقى الجادجمنت دي انا بحكم على الامور. طب العيان عايز اعرف الجادجمنت ده بتاعه ازاي، هدي له اكزامبل، هدي له مثال، هدي له مثل بلدي واشوف هيقدر يفسره ولا لا، هديله موقف واقول له احكم عليه ازاي. خلاص. هقول له مثلا القفه مودين يشيلها 2، معناها ايه؟ هيفضل بقى لما يخرف بقى ويقول لك اي كلام، واصل ممكن تقع، اصل ممكن تعمل. وقصد المعنى من المثال ده ان هو القفه مودين يشيلها 2 عشان ايه؟ تعاون ما بين الاتنين او كده. ممكن هندي مثال، في امثله كتير بقى، اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، يعني معنى كده ان البنت بتطلع ايه؟ شبه مامتها، مش في الشكل بس، في كل حاجه. هقوله مثلا انت لو لقيت مثلا طفل في الشارع هتعمل ايه؟ وشوفه هيحكم على الامور دي ازاي. لقيت محفظه هتعمل ايه؟ هديله ايه موقف وابتدي ان انا ايه؟ احكم عليه. لو بيقدر يحكم على الامور بقى عنده جادجمنت كويسة، لو عنده مشكلة فيها هيبقى بيلد في الجادج ايه منت، مش قادر يحكم على الامور. طيب في حاجة اسمها الاتنشن والكونسنتريشن. ايه الفرق ما بين الاتنشن والكونسنتريشن؟ الانتباه ده مهم جدا، مهم جدا لحياة البني ادم. يبقى منتبه، ممكن انا بقطع حاجة اروح مقطعة صوابعي، حد مثلا بيعمل كده بايده وانا مش منتبه اخش في عيني خرمه. يعني الانتباه ده مهم لحياة البني آدم. عشان كده الطفل اللي عنده مشكلة في الاتنشن ده بيبقى تملي بيحصل له حوادث، وتملي بيحصل له حاجات ومشاكل جامدة جدا، بتعور كتير، بيعمل عشان الاتنشن بتاعه. غير ان هو كمان بيبقى متأخر في الدراسة، لا بس غير كده ان هو حتى ما بقاش مركز حتى في الكلام، تيجي تكلمه مش منتبه، مش منتبه لك. فالاتنشن ده ضروري جدا، بنعرفه بقى ايه الشخص ده مركز معاك ولا سامعك ولا مش سامعك، عن طريق ايه؟ ان هو عنده انتباه ولا ما عندوش انتباه. كونسنتريشن ده مركز، ده قاعد بقى من اول الكلام لاخر الكلام. ماشي. طيب دي ده كده الفرق ما بينهم. في حاجه اسمها ديستراكتابيليتي. ديستراكتابيليتي دي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كل شويه يحصل حد يخش يخبط الباب مش عارفه ايه، يكهربني، يلخبطني، اكون بتكلم انسى الكلام. دي ديستراكتابيليتي. يعني ايه؟ ابقى ايه متلخبط، حد جه، حد عمل، افقد ايه الانتباه بتاعي، حد بيتكلم ابقى مركزه معاه مش عارفه ايه، ده دخل بقى ودني معاه، وهكذا. في هايبر فيجيلينس، ودي بقى بنشوفها، ده ناس يعني بقى عندها اكسسيف بقى اتنشن، يبقى واعيه جدا للي حواليها، حد دخل كده ولا كده ولا كده، واعية بيقول ايه وبيعمل ايه ولابس ايه وبيتكلم في ايه، واعية باللي جواها، حاسة عندها ايه، من جواها فيها ايه، يعني عندها مركزة جوه وبره، تركيز عالي جدا،
ودي بنلاقيهم في الامراض اللي عن في في المرضى اللي عندهم مانيا وعندهم بارانويد، بيبقى عندهم الهايبر فيجيلينس دي عالية جدا والتركيز عالي جدا، وعندهم تركيز جوه وبره لدرجة قوية جدا. طيب احنا لغاية كده عايزين بس نركز جزء جزء، انا ما بقولش كل السيمتوماتولوجي عشان هي كبيرة وكلها هتبقى ملخبط يعني متلخبط وانت بتذاكرها وانت بتعملها، فبنقول جزء جزء بحيث ان انت تبقى سهل بالنسبة لك ان انت ترجعها وتذاكرها. ما بتيجي في الامتحان ما بتجيش مباشر، ممكن انا بقول لك سيتويشن، بقول لك موقف وتحتيه كذا اختيار، بقول لك موقف وتحتيه كذا اختيار، انت من الموقف اللي انت فلان الفلانية عنده كام سنة بيجي له اعراض كذا 1 2 3، طب انت قول لي ده عنده ايه ممكن يعني، وبيبقى الاربع اختيارات قريبين جدا لبعض، وانت لو انت بقى مركز وفاهم هتعرف اني اجيب صح وغلط. هنقول لك كلمة مثلا جملة وفيها حاجة كده يعني عشان تعرف صح ولا، او جملة صح تكتبها صح او فيها جزء صغير كده يعني تبقى متلخبط صح ولا غلط ولا ايه يعني كده. ممكن ماتشنج بقى، ماتشنج يعني انت ايه يعني عمود الف وعمود ب وبتشوف الكلمه والديفينيشن بتاع تعرف يعني دي الكلمه تمشي مع انه تعريف وهكذا، بدل ما تقعد تحفظ. يعني اكتر حاجه بنركز عليها ان انت بتبقى فاهم مش ان انت حافظ، يعني ما يهمنيش ان انت ريكولت تبقى حافظ الكلام ده، لانك انت لما تيجي تقعد مع مريض وتتكلم معاه مش هتقعد تسمع، انت هتبقى يعني ما تشوف حاجات الاعراض اللي عنده هتبقى يعني تستنبط بقى ايه ممكن يكون عنده المشكله اللي عنده، طب ممكن ايه النيد اللي محتاج ان انا اشتغل معاه عليها ماشي. طب انا لو مثلا استخدمت معاه الاستراتيجيه دي تبقى احسن ولا مش احسن، فلازم يبقى عندك الايه التفكير والتحليل، اهم حاجه عندي تبقى فاهمها ان انت عندك تفكير وتحليل. وافتكر كل الزملاء اللي بيجوا اسئله في محاضره السيمتوماتولوجي دي بتيجي كده، بتيجي انت فاهم ايه خلاص كده. في جزء ثالث هنبتدي نقوله اللي هي الموتور والاموشن، و ويبقى كده خلصنا المحاضرة النهاردة الجزء الثاني. ان شاء الله لو في اي اسئلة قولها لي تحت وانا اجاوب عليها، واتمنى ان هي تبقى المحاضرة بسيطة وسهلة، وربنا يوفقكم في الامتحان. والناس اللي بتسمعني مش طلبة، لان انا عندي جمهور برضو مش طلبة وبيبقوا مهتمين بالصحة النفسية وبالحق بالمشاكل النفسية، اتمنى اكون بسطت على قد ما اقدر وانتوا فهمتوا العلامات دي اللي بتبقى باينة على المريض النفسي. المريض النفسي مش عار، المرض النفسي مش عار زي المرض العضوي برضو، احنا بيحصل لنا مشاكل وبيحصل لنا اضطرابات وبيحصل لنا حاجات، ممكن اضطرابات نفسية عادي بتتاخد لها، ممكن ما تحتاجش عليه، ممكن تبقى محتاجة بس حد مساعدة نفسية يتكلم معاه، علاج نفسي بس كده يتكلم معاه مشاكل ويعرف يحلها بيعلمه استراتيجيات. وفي ناس بتاخد علاج بسيط، يعني هو لو اكتشف في الاول لو انت اكتشفت حاجه كده مش تمام، زي ان هو مثلا يبقى بعيد عن زمايله، لو هو حد صغير ما بيشتركش في الانشطه الاجتماعيه، ما بيتكلمش ما بيروحش ما بيهتمش بمظهره، ما بيهتمش بشكله، ما بيهتمش بنظافته، ما بيقعدش مع اخواته، ما بيقعدش مع اهله، ما بيقعدش مع جيرانه، في عنف شويه، في اكتئاب شويه، في زعل شويه، احنا ما نصبرش ما نصبرش لغايه ما الدنيا تضيع نلحق. يعني مثلا ما بيجيش حد بينتحر كده، يعني كل اللي بينتحروا دول مش بينتحروا عياء، العمر مش بعزقه، بس هو بينتحر لان خلاص هو تعب وصل مش لاقي حد يساعده. فاحنا لو بنلحق الشخص ده من الاول، واكتر ناس بتبقى قريبين منه اهله صحابه، لو هو في مدرسه لو هو في جامعه اللي هو ما بيلحقوه، طبعا هم ما عندهمش معلومه صحيه ان هم يساعدوه بيه، يعني لو هما هيسمعوه بس مش قادرين يساعدوه، فببقى محتاج ان هو الدكتور النفسي مش حاجة عيب والله، وفي اماكن كتير وفي اماكن على الممكن يشوف على النت، في ناس بتعمل جروبات مساندة ويقعد يتكلم ويسمع، ومش شرط حتى يظهر بصورته،
انما ما نسيبش الناس تعبانه. في جروبات مسانده، في حاجات على النت، وفي مساعدات كتير، ويتابع في القناه ويسال والناس، وانا اساعد ما فيش مشكله، وغيري يساعد، وناس كتير بتحب ان هي تساعد، ونخلي جزء من وقتنا ان احنا نساعد بعض، كلنا محتاجين بعض. فاحنا لو عالجنا وابتدينا ان احنا زي الكانسر كده، لو اتعرف من اوله وتعالج في بدايته خلاص مفيش مضاعفات، انما لما بنسيبه الدنيا بتبوظ. فبرضه المرض النفسي احنا ما نسيبوش لدرجه لغايه ان هو يوصل لمرض مزمن بقى، ويقعد طول عمره ماشي بالعلاج، ويقعد طول عمره الناس خايفه منه، ويقعد طول عمره لو دخل المستشفى اهله خايفين يطلعوه المستشفى يعمل لهم مشاكل تاني. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واللي عجبوا الفيديو يعملوا لايك ويشيروا لحد تاني يستفيد، واللي ما اشتركش معايا يشترك، وفعلوا زر الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد، والموضوعات اللي حابين ان احنا نتكلم عليها نتكلم عليها. انا كده كده بتكلم برضو على الموضوعات اللي انا بدرسها للطلبة، بس لو في موضوعات حابين نتكلم عليها مختلفة عن كده نتكلم عليها. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.